السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد ومع درس جديد اللي هو قياس الأطوال. إذا فاش كنسمعوا قياس الأطوال، يعني خاصنا نقيسوا الطول ديال شي حاجة. مثلا بغينا نقيسوا الطول ديال القلم أو لا طول ديال السبورة، كنستعملوا أداة المسطرة. يعني الأداة اللي كنقيسوا بها الطول ديال مثلا القلم أو السبورة هي المسطرة. مثلا بغينا نقيس الطول ديال شي حاجه اللي كتحتاج شي حاجه اكثر من المسطره، يعني اطول من المسطره بكثير. مثلا قياس الطول ديال الحائط، او قياس طول مثلا الطريق، او لا شي حاجه بحال هكذا، كنحتاجو وحدات اخرى اللي يمكن لينا نقيسو بهم. فوالا، لنتعرف عن هذه الوحدات. اذا بسم الله على بركه الله نبدا. اولا خصنا نتعرفوا على جدول التحويلات. جدول التحويلات للمتر. إذن المتر هي الوحدة الأساسية لقياس الأطوال، هي الوحدة الأساسية لقياس الأطوال. إذن هذا الجدول يتكون من 7 خانات. إذن نحاول نرسموه مع بعض. إذن هذا الجدول لازم يتحفظ، خاصك ضروري تكون حافظه في الامتحانات. فوالا، ندير واحد الطريقه يمكن لك تقدر تفهمه. اذا لنرسم 7 خانات، واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وسبعة. اذا لاحظوا معي جيدا، هنا الخانة الاولى، الثانية، ثالثة. اذا كنخلي 3، كنجي للرابعة كنوضع المتر اللي هي الوحدة الأساسية، الوحدة الأساسية لقياس الأطوال. عن اليمين ديال المتر كنوضع هنا الدي، وهنا السي، وهنا ام. هاد الدي باش نعقلوا عليها، هي مثلا كنوضع هنا 10، وهنا 100، وهنا 1000. 10 بالفرنسي هي 10، و100 هي 100، و1000 هي 1000. اذا هاد الدي هو الحرف الاول من 10، والسي هو الحرف الاول من 100، وام هو الحرف الاول من 1000. فوالا، وكنكمل هنا كنوضع الام اللي هو المتر، وهنا ام، وهنا ام. اذا كنقرا ديسيمتر، سنتيمتر، المليمتر. اذا هنا المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، المتر. نجيو هنا على اليسار، وضعت هنا الدي، حتى هنا غنوضع الدي، الخانة اللي على اليسار ديال المتر مباشرة غنوضع الدي. وفي هاد الخانة هادي كنوضع كا، وكتبعها اش. اذا كا اش، غير هي ملي كنقرا هنا ماشي ديسيمتر، مي ديكامتر، ديكامتر. اذا باش نقرا ديكامتر خاصني نزيد هنا ا، دي ا، ثم ام. هذه هكتومتر، هكتومتر، نزيد ام. وهناك كيلومتر، كيلومتر. اذا هذا كي تقرا كيلومتر، هذا الهكتومتر، ديكامتر. دائما كنزيدو متر في الاخر، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. هذا المتر اللي هو الوحده الاساسيه لقياس الاطوال، هذا ديسيمتر، سنتيمتر، سنتيمتر، ثم ميلي متر.
اذا بالنسبه لهاد ثلاثه الخانات اللي على اليمين ديال المتر كتسمى اجزاء المتر، اجزاء المتر، وهاد ثلاثه الخانات اللي على اليسار ديال المتر كتسمى مضاعفات المتر. وهاد الخانه الوسطانيه اللي هي المتر كتسمى الوحده الاساسيه لقياس الاطوال. اذا المتر هي الوحده الاساسيه لقياس الاطوال، والوحدات اللي على اليمين ديالها كتسمى الاجزاء ديالها اجزاء المتر، واللي على اليسار ديالها كتسمى مضاعفات المتر. اذا هنا اصغر وحده لقياس الاطوال في هذا الجدول هي المليمتر، واكبر وحده لقياس الاطوال هنا هي الكيلومتر. اذا نشوفوا بعض الامثله اللي نطرقوا فيهم كيفاش نحولوا من وحده الى وحده، كيفاش نوضعوا في الجدول بطريقه صحيحه. فوالا بقوا معايا. اذا هنا سؤال، احول الى الوحده المطلوبه. كنلاحظوا هنا عطينا مجموعه من الامثله، عطينا هنا وحده محدده والمطلوب منا تحويلها الى وحده اخرى. اذا باش يمكن لينا نحولوا من وحده الى وحده لازم نوضعوا الجدول. اذا نرسموه مع بعض. اذا الجدول لازم تكونوا ضابطينه مزيان يعني حافظينه. اذا نعاود نرسموا الجدول مع بعض. قلنا الجدول ديال قياس الاطوال يتكون من 7 خانات. اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، خامسه، سادسه، ثم سابعه. قلنا هنا كنخليو ثلاثه ديال الخانات وكنوضعوا المتر اللي هو الوحده الاساسيه لقياس الاطوال. على يمين المتر قلنا هنا كنوضع دي سي ام، ديس سون ميل، ثم كنوضع المتر اللي هي ديسيمتر سنتيمتر المليمتر، هكذا كيتقرا. عن اليسار كنوضع هاد الدي اللي هنا كنوضع هنا، ولكن كنزيد واحد ا، ثم المتر كتقرا ديكامتر، ثم هنا اش ام هكتومتر، هنا ك ام كيلومتر ك اش. اذا الجدول ولا بد باش تجيب هاد التمارين صحاح، ولا بد تكون ضابط الجدول وتكون تعرف توضع في الجدول. اذا انتبهوا معي جيدا. اذا المثال الاول، 1 متر كم تساوي بالسنتيمتر كم تساوي بالمليمتر. اذا 1 متر كنوضع 1 هنا في الوحده. 1 متر كم يساوي بالسنتيمتر؟ اذا اتمم بالاصفار حتى اصل الى الوحده المطلوبه. اذا 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. كم يساوي ايضا بالمليمتر؟ بالمليمتر. اذا اتمم بصفر. اذا 1 متر يساوي 1000 مليمتر. المثال اللي من بعده، 75 متر كم يساوي بالمليمتر؟ اذا هنا نلاحظ ان العدد يتكون من رقمين، هل اضعه بكامله هنا في خانة المتر؟ لا. اذا ماذا افعل هنا؟ احدد رقم الوحدات اللي هو 5. اذا دائما عيني على رقم الوحدات، رقم الوحدات 5 اضعه في الوحدة، الوحدة المحددة. اذا 5 اضعها في المتر، ثم اتمم كتابة العدد 7 هنا في الخانة ديال الديكامتر. كم تساوي بالمليمتر؟ اذا باش نوصل للمليمتر نتمم بالاصفار، اذا تساوي 75000 مليمتر. 75000 مليمتر. اذا 75 متر تساوي 75000 مليمتر. المثال اللي من بعده، 18 ديسيمتر كم تساوي بالمليمتر؟ اذا دائما قلنا عيني على رقم الوحدات، اضع رقم الوحدات في الوحده، 8 في الديسيمتر
ديسيمتر، أضع 8 ثم أمامها 1، الوحدة المطلوبة المليمتر، وتميم بالأصفار، إذن هي 1800 مليمتر. هنا 1 كيلومتر، إذن أضع 1 في الكيلومتر، كم تساوي بالمتر، وتميم بالأصفار حتى أصل إلى الوحدة المطلوبة اللي هي المتر، إذن يساوي 1000 متر. المثال اللي من بعده، 190 ديكامتر كم تساوي بالهكتومتر؟ قلنا دائما عيني على رقم الوحدات، أضع رقم الوحدات في الوحدة المحددة، إذا رقم الوحدات هنا هو 0، أضعه في الديكامتر 0، ثم أتمم كتابة العدد. الوحدة المطلوبة هي الهكتومتر، كنجل هنا الهكتومتر وكنوضع الفاصلة، ونقرأ 19 هكتومتر، إذن 19 هكتومتر. المثال اللي من بعده، 627 متر كم تساوي بالديكامتر؟ قلنا دائما رقم الوحدات في الوحدة، إذا رقم الوحدات 7 أضعها في المتر، ثم أتمم كتابة العدد. الوحدة المطلوبة هي الديكامتر، كنمشي للخانة ديال الديكامتر، في اليمين ديالها كنوضع الفاصلة، الفاصلة كنوضعها عن يمين العدد الموجود بالخانة ديال الوحدة المطلوبة، ونقرأ 62 ديكامتر فاصلة 7، إذن 62 ديكامتر فاصلة 7. المثال اللي من بعده، 16 متر كم تساوي بالكيلومتر؟ إذن دائما عيني على رقم الوحدات، أضع رقم الوحدات في الوحدة، 6 في المتر، ثم نكتب العدد كم تساوي بالكيلومتر. باش نوصل للكيلومتر نضيف الأصفار، إذا هنا باش نحدد الوحدة المطلوبة نضع الفاصلة، إذا أضع الفاصلة عن يميني العدد أو الرقم الموجود في خانة الوحدة المطلوبة، ثم نقرأ، إذا هنا 0.0016 الوحدة المطلوبة الكيلومتر. المثال اللي من بعده، 7 متر، 2 ديسيمتر، 3 سنتيمتر، كم تساوي بالسنتيمتر؟ إذا هنا نلاحظ هذا العدد فهو مفكك، إذا هذه كتابة مفككة، إذا نحاول نمسح هنا التابلو نخوي باش نقدر نكمل. هنا حبذا ولو تعمر الطابلو بقلم الرصاص، باش هكا فاش الى عمر ليكم تمسحوا غير تخويو غير الخانات فحال هكذا، بلا ما تحتاجوا تعاودوا تمسحوا الطابلو كامل وتعاودوا ترسموه من جديد. اذا 7 متر، المتر اضع 7، 2 ديسيمتر، ديسيمتر اضع 2، اذا 2 كنوضعها تحت 7 واحد شويه، ما كنوضعهاش في نفس الخط مع 7، 3 نفس الشيء، 3 سنتيمتر. علاش؟ انا غنقول لكم علاش من بعد. ثم نجمع، كندير هنا زائد، اذا هنايا 3 2 7، الوحده المطلوبه هي السنتيمتر، اذا ونقرا 723 سنتيمتر، اذا هذه الطريقه المفككه هي 723 سنتيمتر. لو بغيناها بالمليمتر كنكمل بالاصفار، اذا هنا غنوضع واحد الخط فاصل باش ما يتخلطوش ليا ونكمل. 3 كيلومتر، اذا 3 كيلومتر، 24 هكتومتر، اذا هنا رقمين اضع رقم الوحدات في الوحده، الهكتومتر انوضع فيها 4 و2 هنا. ها علاش؟ علاش ما وضعتش 2 في نفس الخط ديال 7 و3 نفس الشيء؟ على فحال هاد يطيحوا فحال هاد الحالات. اذا الى وضعت في نفس الخط غنوضع 4 هنا و2 غتجي فوق 8 ديكامتر، ثم نجمع زائد 8 4 3 زائد 2 5، الوحده المطلوبه هي المتر، اذا نتمم
بصفر. إذن هي 5480 متر. المثال اللي من بعده، إذن ندير خط فاصل، 4.65 كيلومتر، أو لكن نقراها 4.65 كيلومتر، هذه القراءة الصحيحة، 4.65 كيلومتر. إذن هنا عندي هذا عدد عشري، وفي الأمثلة السابقة قلنا أضع رقم الوحدات في الوحدة المحددة. إذن هنا أهتم بالجزء الصحيح، إذن كنمشي للجزء الصحيح وكنحدد رقم الوحدات وكنوضعه في الوحدة. إذن هنا ما كاينش مشكل، 4 هو رقم الوحدات، إذن 4 أضعه في الوحدة وليس 5. إذن 4 في الكيلومتر، ثم نتمم كتابة العدد 6 5، كنوضعه من دون فاصلة، ما كنوضعش الفاصلة. فوقاش كندير الفاصلة حتى كنحدد الوحدة المطلوبة، الوحدة المطلوبة هي الديكامتر. إذن الفاصلة غتكون هنا. إذن 4.65 كيلومتر تساوي 465 ديكامتر. المثال اللي من بعده، 87 ديسيمتر فاصلة 2 كم تساوي بالمليمتر. إذن هنا قلنا كنحدد الجزء الصحيح وفيه كنحدد رقم الوحدات وكنوضعه في الوحدة المحددة. إذن هنا أضع 7 في الديسيمتر وليس 2، إلا وضعت 2 غلط. إذن 7 في الديسيمتر، كنمشي للوحدة ديال الديسيمتر وكنوضع 7، ثم نتمم كتابة العدد. كم تساوي بالمليمتر؟ إذن الوحدة المطلوبة هي المليمتر، إذن أتمم بالصفر ونقرأ 8720 مليمتر. 8720 ملي متر. إذا باش نحول هاد الأعداد للجدول خاصني نكون ضابط طريقة الوضع، ونكون أول حاجة حافظ الجدول، يعني الجدول ضروري من الحفظ أو لا الفهم. بالطريقة اللي وريتكم كنرسم 7 ديال الخانات، كنحدد المتر، كيبقاو 3 ديال الخانات على اليمين ديالها وثلاثة على اليسار ديالها. اللي على اليمين ديالها 10 100 ألف، 10 100 ميل، كنوضع الحروف الأولى ثم المتر. هنا عن اليسار كاين الدي، هنا حتى هنا الدي، أم جات بين الدي والدي، ثم أتمم ديكامتر، هذه كتقرا ديسيمتر، هذه الديكامتر، الهكتومتر، ثم الكيلومتر، كأش كأش. ثم في الوضع أضع رقم الوحدات في الوحدة، كنوضع رقم الوحدات في الوحدة ونكمل كتابة العدد. إلا كان عدد صح طبيعي هي هذيك، كان عدد عشري كنكتبو بعدد بدون فاصلة، ما كنوضعش الفاصلة، الفاصلة فوقاش كنوضعها حتى كنحدد إلا احتاجيتها. ملي كنحدد الوحدة المطلوبة إلا احتاجيت الفاصلة كنوضع الفاصلة. ثم نتمم بالأصفار إلى الوحدة المطلوبة إلا احتاجيتهم، سواء عن اليمين أو عن اليسار. إذن كان هذا هو آخر مثال. كنتمنى يكون الشرح مفهوم وتكونوا استفدتوا منه ولو القليل. واللي كنركز عليه هو حفظ جدول التحويلات وطريقة الوضع رقم الوحدات في الوحدة، دائما رقم الوحدات في الوحدة. إذن ألقاكم في فيديو قادم بحول الله مع درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.